لان في محمد يونيفرسيتي ولا شلح يونيفرسيتي تعلمت اللي كيدفع الجهد كيموت بالضعف. علاه ما كندفعش الجهد يا معلم؟ وراه الاخوان اللي كيدفعوا الجهد راه حاليا راه كل شيء واضح بلا ما نحتاج نقول حتى شي هضره. والسلام عليكم. هاد الهضره هادي كنقولها لك باش ما تدفعش الجهد، ما تحاولش توري راسك في واحد الليفل وانت ما فيهش. انا حياتي كامله كنت في واحد الليفل هنا وكنحاول نوري راسي هنا ديما، والى يومنا هذا باقي في نفس القضيه. تقول لك كيتصور علينا، ما كنتصورش بالجهد ديالي كامل. يشويكي قضيه اخرى ما تهربش من هضره الناس. هضره الناس كاينه كاينه، هي عيش نتايا. بحال انا دابا كنبارطاجي الفيديوهات ديال هالمازيراتي ديالي، هالجاكوار ديالي، هالفيلا شريت الوالده، هالفيرما اللي شريت الوالد، حطيت 100 مليون في صندوق كره. كيقول لك كيتصور علينا، فعلا انا صات كنتصور عليك انت داوي داوي. واحد الدري صاحبي كان كيقرا معايا في التحضيري جا عندنا للدار واحد النهار، وريتها ليه وشرحت ليه الكونسيبت ديال الوالد ديالي اش كيدير. قال لي الشلح. المهم ديك الساعه ولا كيعيط ليا الشلح، ولا نشر ليا في المدرسه التحضيري القسم كامل كيعيط ليا الشلح، المدرسه كامله ولات كتعيط ليا الشلح. اللي كنا صغار كان داير لنا الوالد واحد القلوشه صغيره كنلوحوا فيها الفلوس انا واختي. كنلوحوا تيقول لك الا لوحتي 10 دراهم نعطيك 10 دراهم اخرى. يعني شي ايام كتضحك تقول لي لا بلا ما نشري بيمو باش نربح 10 دراهم، وكتجمع خاصك تجمع ولدي لدوائر الزمان. هاد الهضره ديما كنت كنسمعها من الوالده. وواحد المعلمه كانت كتقرينا سميتها لا فاطمه، جارتنا هادي لاصقه علينا الدار على الدار، كانت كتقول لي جمع ولدي درهمك البيض لنهارك الكحل. وما عرفتش الاخوان واش كاع البيوت في المغرب بحال هكا، ولا غير انا على حقيقه والدي شلوح وانا شلح. والوالد كان كيديني عند واحد السيد سميتو محمد وانا صغير سميتو محمد السوسي، وطبات عندي ديك الثقافه ديال جمع الفلوس لواحد النهار كحل جاي، كانت ديما عندي هادي في راسي. وهاد الهضره هادي كنقول لك باش تكون واجد، لان الحياه راه ماشي سهله، كاينه الهضره كثيره، كاينه الهضره خاويه. واش انت انسان مربي المناعه؟ خصك تربي المناعه، لان هكا خاص تعيش، سوا جمعتي سوا صرفتي غادي يدوو عليك. دونك كتشوف مصلحتك فين كاينه، جمع راه واخا تصرف غادي يدوو عليك يا معلم. وهانتوما الاخوان راه كورونا عرات على كلشي. بنادم خدام 10 سنين كيتقطع عليه الصالير كيقول لك وراه ما لقيت ما نصرف، علاش انا ما دافكر خدمتي 10 سنين كنتي كالحمار غادي جاي غادي جاي، علاش علاش كنتي كتخدم علاش؟ راه خصك تخدم، خصك تجمع، الله يجعل تخدم ب 2000 درهم خصك تجمع 200 درهم، القليله 10%. راه واخا تخدم ب 2000 درهم ما تقولش لي انا تجي 2700، خصك تجمع 270 درهم اصلا. 10 سنين تخدمه ودابا وقف عليك الصالير شهر واحد صافي غوتي.